نومي كتلعب مع فريق اللي هو فريق الرجاء البيضاوي ولا كينطابق كيف ما قلتها في كاع لي كونفيرونس اللي هضرت معاهم قلنا بان تكون تغييرات وتكون متغيرات ونيفو ديال ديرو المونديال شامبيونا كاينين فرق اللي غترجع خاصنا نعرفو نجمعو الخيطات وجوربي اون مونكي ان بوين كنا نديو لان سبقنا التسجيل بيتيت كانت شويه ديال كيف ما قلنا اون مونكي دو جيستيس كانوا بعض اللاعبين اللي ترخاو اللي ما كانش طبيق سيرتو في الدوزيام ميطون ما كانش كوم يلو فو حتى في بريمير ميطون تسجلوا علينا اهداف اللي هما ساديين لانه لا بليبار دي طون ميتريز لي سي بي ما كيتماركاوش علينا اليوم تماركاو علينا رغم لاناليز اللي درناها كتبقى مقابله ديال كره القدم كنا كنتمنوا بانه لا طريف ما تساليش بان ديفيت او موان تسالي بان نول لانه كيف ما كتقول تبقى سير ان بون ديناميك تحاول تجمع الجروب ديالك لان كيف ما قلنا حنا راه نبقاو نقولوا ونعاودوا حنا سوال ونجولو مانتيان بيتيت توفقنا في ماتشات لان كنا بيان كونسونطري اون ايتي ريغورو كنا بزاف ربحنا بزاف ديال لي دويال اليوم ما اليوم كنظن بانه ما قدرناش نامبوزيو لو جو ديالنا لي مومون فيبل ديالنا كانوا بزاف ومي كانوا لي مومون فيبل ديالنا كان فيهم ان ريلاسمون كان فيهم دو كونسونطراسيون مونك دو كومونيكاسيون اي مونك دو ريغور هادشي اللي كنقول لانه مي كي في لي مومون فيبل ديالك با مال دو ماتش كنا سوليدير كنا كوستو او نيفو ديفونسيف كانوا دراري مزيانين بيتيت غابت علينا اللمسه الخرف لو ديرنيي تيير مي كتبقى مقابله ديال كره القدم كيف ما قلنا فكاينين فرقي كي فون جوي لو بوديوم كاينين فرقي اللي غيلعبوا على 3 4 بلاص كاينين فرقي اللي غيلعبوا على المانتيان اون في بارتي حنا من هاد الفرقي اللي كيلعبوا على المانتيان كنتمنى حد سعيد فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى حد فريق حد سعيد فريق السالمي من بعد ان شاء الله لا ريبريز لان لا ريبريز غتكون فيها شهر اي كيلك بيتيت خام موا يدمي خاصنا نشتغلوا فيها بزاف خاصنا نحاولوا رونفورسيو الفرقه بواحد 2-3 جوور باش يولي عندنا ان بون دو توس اللي هو مزيان وحتى ديال المداوره اللي كتقولوا ديال او نيفو ديال فيغ تورني لو جروب تكون عندنا على الاقل تكون عندنا لاعبين لانه كاينين ماتشات اللي كان اون انشين افيك لو ميم ديسبوزيتيف افيك لو ميم سيستيم و افيك لو ميم جوور كاينين بارفون فو شونجي دي سيستيم ولكن خاصنا نجيبوا اللعبه ديالو كيبقى كيف ما قلنا مقابله ديال كره القدم رغم ان ما كناش كنتسناو بان نهزموا بربعه لان كنا سباقين للتسجيل كنا بيان كونسونطري ولعبنا كيف لعبنا الماتشات الاولين من ناحيه ديال لا سيكولوجي لانه بارفوا كاينين دي ماتش واخا تكون فيزيكمون مزيان تكون تكنيكمون مزيان تكون تكنيكمون مزيان ولكن كاين لو فاكتور ديال لا سيكولوجي هو شنو هو لو طو دو كونسونطراسيون ديالك ودو موتيفاسيون ديالك بيتيت اون ا مونكي اليوم دو لوسيديتي حتى او نيفو ديال فيزيك ما كناش لوسيد مي كتبقى كيف ما قلنا مقابله كره القدم كنتمنى كيف ما قلت اخر مره نقولها نتمنى حد سعيد فريق الرجاء نتمنى حد سعيد فريق السالمي ونتمنى ان شاء الله مورا لا طريف تكون نتائج ايجابيه لان ما بكل صراحه ما كناش كنتظروا هذه الهزيمه ولكن كتبقى كيف ما قلتي مي كتلعب مع اون ايكيب اللي هي صحيحه بحال الرجاء عندها دي ريكروتمون عندها دي جوور كي سون اكسبيريمونتي سور لو بحال هاد المقابلات خلا السيد مصطفى الله يرحمه الغلطه بالكبوط من كتغلط كتودي اليوم درنا اغلاط تحقنا عليها